بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله في البدء والختام، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع قراءة قرآنية جديدة نجتمع فيها على مائدة القرآن نتعلم التلاوة الصحيحة. نرحب بضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءة والتجويد بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ خالد. أهلا أخي الكريم. أعزائي المشاهدين، ما زلنا في رحلتنا الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا، وقد انتهينا بالأمس من دراسة وتعلم التلاوة الصحيحة لسورة الذاريات، واليوم مع السورة 50 في ترتيب المصحف الشريف، سورة قاف. وسورة قاف سورة مكية، عدد آياتها 45 آية، وسنتعلم اليوم التلاوة الصحيحة لفواتح السورة من الآية الأولى إلى الآية الرابعة. نستمع خاشعين منصتين للآيات المباركات بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. صدق الله العظيم الحي القيوم المحيي المميت. هيا بنا أعزائي المشاهدين نتعلم التلاوة الصحيحة للآيات المباركات التي استمعنا إليها مع فضيلة الشيخ خالد شعبان. فضيلة الشيخ خالد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أولا، ومع افتتاح السورة لا بد من قولك بسم الله الرحمن الرحيم. تاني كده وخلي بالك، لا بد من البسملة عند افتتاح السورة. فرجاء بقى اللي هيتصل وهيقرأ يخلي باله من الجزئية دي، لا بد من البسملة عند افتتاح السورة عند علماء التجويد والقراءات، فخلي بالك من الجزئية دي. خلاص، نص عليها كثير من الأئمة كالشاطبي وابن الجزري إلى غيره. ده رقم واحد. اتنين، أما تيجي تبدأ في أول حرف معنا في هذه السورة التي سميت السورة باسمه، فاسم السورة سورة قاف أو قاف والقرآن المجيد، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الفجر أو الصبح كما في بعض الروايات هذه أو تلك بقاف، وورد كذلك أنه كان يقرأها في الأضحى والفطر، أي في عيد الأضحى أي في الصلاة. كذلك جاء في صحيح مسلم أن أم هشام بنت حارث بن النعمان أخذت هذه السورة عن لسان رسول الله مباشرة من كثرة ما كان يخطب بها إذا خطب الناس. وأول كلمة معنا بعد هذا الحرف تدل على عظمة القرآن، إذ أقسم العظيم والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. والمجيد نعت للقرآن من المجد، أي الكامل في كل شيء. عدد ما شئت، ده باختصار كده، الكامل في كل شيء. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. القضية التي يثيرها الناس
الذين لا يؤمنون بالبعث بين الفينة والفينة، الواقع القديم الماضي الحاضر، يرد عليهم بأدلة واقعة علمية. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد مستحيل. الله يرد عليهم قد علمنا تحقيقا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. كده احنا فهمنا المعنى إجمالا، عشان لما اقرأ ازاي ابدأ ازاي اقف، زي ما سمعنا من سيدنا كده وهو بيقسم قاف وخد نفس وبدأ والقرآن المجيد والآيات الثانية وصلها كاملة ووقف على عجيب، في الآية الثالثة وقف عند كلمة ترابة وابتدأ ذلك رجع بعيد ووقف، وبدأ قد علمنا وقف عند كلمة منهم، وابتدأ وعندنا وختم حفيظ. يبقى نخلي بالنا من هذه المعاني، وهذه الوقوف ليست إلزامية، إذ ليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، ولكن أدلك على تذوق الكلمات حتى تستطيع أن يكون عندك حصيلة من المعاني الإجمالية التي تستطيع أن تحيا بها مع كلام الله. طيب فهمنا المعنى، يلا بقى كده بعد هذا الفهم نتلو به كلام الله عز وجل. أول حرف معانا إيه؟ قاف. خلي بالك بقى لما تيجي تقرأ يا ريت ما توصلش البسملة بأول حرف علشان النفس ما يأثرش معاك وتلاقي نفسك مش عارف تكمل. فالأسلم قطع الجمل، استعاذة وخد نفس، بسملة وخد نفس، وابدأ بهذا الحرف وهتجد عليه حتى وقف، قاف وخد نفس. لأني لن أقول البعض يخطئ، لا، البعض يقرأ وكأنه وقف وهو لم يقف، هو حبس النفس بس فقط لا غير، وهذا يسمى عند القراء سكتة لطيفة. يعني مش خطأ، لا، دي رواية تانية، أنا بتكلم على أصل رواية حفص، كيف سينطق هذا الحرف إجماعا للقراء بمن يعتد بقراءتهم وصحت وتواترت وتناقلت سماعا إزاي؟ قاف، أدي أول حرف معاي القاف كده. الحرف الثاني ألف، الحرف الثالث فاء، يبقى قا مفتوحة بعدها ألف ممدودة بعد الألف فاء ساكنة، يبقى حرف مد جاء بعده ساكن وهذا الساكن غير مشدد، إذن سأمد حرف المد وهو الألف ست حركات ويسمى مد لازم. لحد كده واضح؟ كده يعني قاف. يبقى هذا الحرف الذي أمامي سأنطقه هكذا، قاف ألف فاء. أنت بتقول لي كده ليه؟ لأن البعض ممكن يقرأ إملاء، لا، الحرف المكتوب أمامنا ينطق هكذا بهذه الطريقة، ده رقم واحد. رقم اثنين، حرف المد الواقع في الوسط هتمده كام فاكر؟ أيوة ست. ليه؟ أتى بعد حرف المد سكون. معلش طولت معاك شوية في دي عشان دي مهمة شوية عشان تأديها صح. يبقى هتمد كام؟ ست. لماذا ست حركات؟ لأنه وقع بعد الهمز ساكن. طيب وقلت لي مد لازم، الذي أمامك حرف أم كلمة؟ لا ده حرف قاف. جميل، يبقى مد لازم حرفي. ها فهمت لازم ليه؟ طب فكرني ليه؟ عشان حرف المد من مده ستة وقع بعد حرف المد ساكن. حرف ليه؟ لأنه وقع في حرف وهو القاف. طيب
مخفف. ايه ده؟ هو لسه في الاسم تاني؟ بس امشي معايا واحده واحده. الاسم حتى الان صعب عليك؟ مد وفهمناه عشان في الوسط الف، ولازم لان بعد الالف فاء والفاء ساكنه، فهمد سته يبقى مد لازم. وقع في حرف، اذا مد لازم حرفي. الفاء الواقعه بعد حرف المد ساكنه اسمه مد لازم حرفي مخفف. يعني في مثقل مش معايا دلوقتي، انا دلوقتي بكلمك في اللي قدامنا وهنقراه مع بعض سوا. يبقى هنقرا ازاي الحرف ده؟ هكذا، قاف. ده رقم واحد. هو في اتنين؟ اها، ايه رقم اتنين في الحرف ده؟ ان القاف مفخمه وفي اعلى مراتبها، فالالف الذي بعد القاف في النطق تابع للقاف، والقاف مفتوح، فدي مرتبه عاليه من مراتب التفخيم. ثم بعدها الف المرتبه القصوى. يعني ايه؟ يعني المفتوح وبعده الف اعلى مراتب التفخيم. يبقى كده قاف. طب انا هوصل، هتوصل، هتقف، هتسكن الفاء، ودي رقم ثلاثة في الحرف ده. يبقى الحرف ده معانا حتى الان عمليا واحد، مد لازم حرفي مخفف. اتنين، القاف مفخمة والالف بعدها تابع. ثلاثة، الفاء ساكنة إن وقفنا وإن وصلنا. طب والمعنى؟ الله أعلم بمراده. واضح الكلام؟ تاني كم مرة. المعنى الله أعلم بمراده. خلاص؟ جميل. ونقف وهاخد نفس. طب ما احنا عارفين دي؟ لا، من أصول رواية حفص أن تأخذ نفس إذا وقفت، وبالأخص في الحرف ده. ليه؟ هو في حد من القراء ممكن يقرأ ويوصل وكأنه وقف، وانا سمعته كده ووصل وما ياخدش نفس؟ في، ورواية صحيحة ويصح التعبد بها والتلاوة، لكن مش هقول لك هي ايه دلوقتي. انت اللي يعنيك الان اصول هذه الرواية، وغريق خدت الاحكام العلمية العملية في هذا الحرف. يبقى لما اجي هوصل كده قاف والقرآن. طب هقف، قاف والقرآن. يبقى انت قدامك هذا او ذاك، هتقف يبقى تاخد النفس، هتوصل يبقى قاف، و هتقف يبقى في اخذ نفس. ليه طولت قوي في الكلام يا حدي؟ عشان كثير عارف انه مش هياخد باله، وهيجي يوصل مع السرعه هيوصل بسكتة لطيفة، فنخلي بالنا من دي كويس قوي. يلا بقى الجملة الثانية في الآية الأولى. إيه ده؟ يعني الحرف ده مش آية؟ لا لا لا، ده حرف جزء من الآية، والآيات في هذه السورة اتفاقا ليس فيها موطن خلاف. يعني دول 45 آية في هذه السورة كالذاريات تماما بتمام، اتفاقا ليس فيها خلاف. الذاريات 60، قاف 45، ليس فيها خلاف. يبقى الآية الأولى ختمها فين؟ المجيد. هتخلي بالك بقى من إيه؟ من اللام الواضحة في قوله والقرآن المجيد، والواو ترقق، اللام بعدها كذلك، القاف تفخم، الراء ساكنة وقبلها مضموم تفخم. وخلي بالك من شبيه البدل، ما تقولش بدل، كلمة القرآن شبيه بالبدل وليست بدل، فانتبه لهذا. والقرآن المجيد، وصوت الجيم انتبه له جيدا، واللام واضحة في كلمة المجيد كذلك. يبقى الأسماء معناها كالتالي: لام قمرية حكمها الإظهار في القرآن، شبيه البدل، معنى لام قمرية أخرى الجيم والنطق والدال تقلقل، وتلك هي الآية الأولى. الآية الثانية: بل، واللام واضحة وتنبه لها جيدا، بل عجبوا، جاءت الجيم مرة ثانية وتكلمنا عنها آنفا، بل عجبوا أن، حرف المد أتى بعده همزة هتمد أربعة. يبقى أنت كده خدت النهاردة كيف يكون المد لازما وكيف يكون المد غير لازم. لازم يأتي بعد حرف المد ساكن،
أتى بعد حرف المد همز، لا هتمد أربعة بس، يعني هذا مفتاح لمن لم يعلم أو لا يدري أحكام التجويد، إمتى يزود إمتى ينقص. ستة لما يأتي بعد حرف المد ساكن. أربعة فقط لا غير إذا جاء بعد حرف المد همز، زي إيه؟ عجبوا أن، أهو حرف المد فين؟ الألف؟ لا أنت كده مش منتبه معايا، والله العظيم في ألف يا عم الشيخ بعد الواو. أيوة أنا عارف لكن مش ده حرف المد، أنت بتقول عجبوا ولا بتنطق الألف؟ مش هنطق الخطأ برضو، بتنطق إيه؟ واو. يبقى حرف المد إيه؟ الواو. طب والألف ده؟ لا لا دعك منه الآن، سأبينه لك إن شاء الله، بس دلوقتي تنبه، حرف المد إيه؟ الواو. ممتاز. وأتى بعده همز، وهذا في كلمة وهذا في كلمة، يعني منفصلين، فيسمى مدا منفصلة. ماشيين بالتوصل أربعة من هذا الطريق، هتمد أربع حركات عند الوصل، عجبوا بأن. طيب أن جاءهم، خدت بالك؟ أن جاء إخفاء حقيقي، نون ساكنة أتى بعدها جيم. جاءهم، أنا بقى اللي هسألك دلوقتي، أدي حرف مد أهو وأتى بعده همز، سيبك من الاسم، المفتاح اللي اديتهولك هتمد كام؟ أربعة. أحسنت. ليه؟ لم يأتي بعده ساكن، ده جه همز، أنت لسه قايل من شوية حرف المد ألف واو ياء، يأتي بعده همز همد أربعة كمفتاح. الاسم إيه بقى؟ مد متصل. خلاص؟ جميل. جاءهم منذر، ميم ساكنة أتى بعدها متحركة، ها يلا. أحسنت، إدغام تماثل صغير. طيب منذر، نون ساكنة وبعدها ذال، ستخفي ما شاء الله. خدت بالك كلمة منذر لما وقفت؟ مش هلخبطك، أنا كلامي على الوصل بس ما ينفعش أنطق الوقف غلط، أنا كلامي الحكم اللي هقوله عشان ما لخبطكش، الراء دي هتفخم وصلا وده اللي هتكلم عليه. طب وقفا، مش وقته عشان ما تتلخبطش، اوصل معايا. منذر منذر، هتغن وتفخم الراء. منهم، هتسكنه وتظهرها كويس. منهم ف، تنتبه للميم اشد اظهار. فقال، فاكر قاف قا هي نفس الحكم، واللام بعد كده ترقق. الكافرون، ده عند الابتداء بس انا هوصل. فقال الكافرون، يبقى لام بعدها لام، الكاف المد الطبيعي، الفاء الراء مفخمة في هذه الرواية. هذا شيء عجيب، وهتظهر نون التنوين والجيم مرت ولا تنسى قلقلة الباء. أإذا، انتبه بقى الهمزتين، كثير ممن يقرأ بيميع الهمزة أو يسهل الهمزة، بيميع ده خطأ، التسهيل دي رواية، لكن أخلي بالي وفرق بين الرواية وبين الخطأ، والصواب في هذه الرواية التحقيق كده. أإذا، مش معنى الصواب إن الغير خطأ، لا التميع هو اللي أقصده خطأ، إنما التسهيل مش خطأ، التسهيل رواية أخرى، لكن في هذه الرواية أإذا. وخلي بالك من كسرة الميم في قوله متنا وكنا ترابا، واختبه للتاء في قوله متنا، الهمس يكون بلطف، وكنا النون المشددة ترابا وتقف، تبدأ ذلك الذال طرف اللسان رجع بعيد، الجيم مرت من ذي قبل. وخلي بالك من الإقلاب، رجع بعيد، الدال تقلقل ومرت في كلمة المجيد. قد علمنا، جاءت مرة ثانية الدال وتقلقل. قد علمنا، الميم ساكنة ما فيش معاها فيها غنة، خلي بالك. ما تنقصوا، ليه قسمت الكلمة دي حروف؟ عشان التشكيل وما حدش يقرأ بتشكيل غير كده، التاء مفتوح، النون ساكنة، القاف مضمومة، الصاد مضمومة، هكذا. تنقص الأرض، يبقى في عندي غنة الإخفاء، تنقص الأرض منهم، مرت من ذي قبل. وعندنا، هتخفي النون عند الدال، كتاب حفيظ، هتبين نون التنوين في قوله كتاب حفيظ وصلا. والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ خالد على هذا الشرح الجميل. أعزائي المشاهدين، بعد أن استمعنا إلى الآيات وإلى شرح نطق الآيات عمليا مع فضيلة الشيخ، هيا ندرك جانبا من رحمة القرآن ونوره وهداه بتلاوة الآيات المباركات، ولكن بعد هذا الفاصل القصير فكونوا معنا.
أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع فواتح سورة قاف، من مع الآية الأولى إلى الآية الرابعة. إن شاء الله هنبدأ مع حضرتكم التلاوة دلوقتي أعزائي المشاهدين، وإحنا في انتظار اتصالاتكم. بداية التلاوة إن شاء الله مع الحاجة أم أحمد ويمنى ويارا من كفر الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم الكريمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا حاجة أم أحمد، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. طيب قولي ورايا كده. أن جاءهم منذر منهم. كملي بقى يلا. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قولي ورايا كده. أإذا متنا وكنا ترابا. أنت عايز توصلي صح كده؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يبقى كده أنت علمتي زي تقفي وزي توصلي. يلا كملي. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. وعندنا كتاب حفيظ. كمان مرة. وعندنا كتاب حفيظ. اسمعين عشان نعرف نتعلم صح. وعندنا كتاب حفيظ. انا ما مدتش في كلمه كتاب، يا ريت تخلي حفيظ. ايوه كده، الله يفتح عليكي، احسنتي. يبقى انت النهارده اتعلمتي عمليا اماكن الغنى فين بالضبط. ربنا يبارك فيك يا حاجه ام احمد، محتاج الامر لتكرار وتدريب. شكرا ليك يا حاجه ام احمد. اتفضلي يا يمنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا يمنى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يمنى. نعم. الرحيم. الرحيم. لا الرحيم في بعد الراء ألف. الرحيم. لا في ألف بعد الراء. كلمة الرحيم لما أجي أكتبها بكتب ألف راء، ألف لام راء ألف، ولا ألف لام راء حاء؟ حاء. جميل، ما فيش ألف، يبقى الرحيم. الرحيم. أيوة كده. والقرآن المجيد. يا يمنى قولي ورايا. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. لا واحدة واحدة يا يمنى، قولي ورايا كده. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. لا واحدة واحدة عشان انت في حاجات قلتيها مش سليمة، فانا بصلحها لك وهكمل انت بعد كده. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. انا قسمتها لك عشان اوضح لك الاخطاء بتاعتك فين. يلا كملي يا بنتي. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. واحدة واحدة يمنى. ما تنقص الأرض منهم. لا الضاد مضمومة.
الأرض منهم. ممتاز. وعندنا كتاب حفيظ. ممتاز يا يمنى، الله يفتح عليك يا بنتي. يلا يا يار. شكرا لك يا يمنى. يا يار نعم. خلي بالك يا يار ما تسبقيش الشيخ، واسمعي هو بيقول لك ايه ورددي معي. ماشي. يلا يا يار اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. واحدة واحدة يا بلا. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. كمان مرة. وكنا ترابا ذلك. وكنا ترابا ذلك. لا أنا ما مدتش. وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. الأرض منهم. الأرض منهم. وعندنا كتاب حفيظ. ممتازة يا رب، علمت من اللي فاتوا والأخطاء في التشكيل ما كانتش موجودة، بس عايزين بقى نتقدم ونعرف أماكن الغنة فين. ممتازة يا رب، الله يفتح عليك يا بنتي. شكرا لك يا يارا. انتوا يمنى والحاجة ام احمد معانا، الحاجة كريمة من الدقالية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. شيء عجيب. ماشي حاجة كريمة ما شاء الله، قراءة طيبة، الله يفتح عليك. طيب شكرا لك يا حاجة كريمة. الحاجة زينب من الشرقية، تفضلي يا أمي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ماشي يا حاجة زينب، ما شاء الله تشكيل منضبط وأماكن الغنى معروفة، بس في عندي غنى ما خدتش حقها. أنجاهم منذر وعندنا، يبقى أخلي بالي من الأماكن دي اللي احنا قلنا فيها الغنى بس كده خفيفة شوية، لا الغنى تاخد حقها شوية. الله يفتح لك يا حاجة زينب. شكرا لك يا حاجة زينب. الأستاذ عمر من القرط، فضل يا أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وخلي بالك من وصية الشيخ اللي بيقولها لك كل مرة، اللي انت تقرأ بالراحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. شيخ عمر. في كلمة عايزين نصلحها، ممكن كلمة واحدة بس. والقرآن المجيد. والقرآن لا المجيد. أبين اللام. والقرآن المجيد. ممتاز يا شيخ عمر، الله يفتح عليك. شكرا ليك يا أستاذ عمر. الحاجة أم وليد من القرية، اتفضلي يا حاجة أم وليد. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد إذنك يا أم وليد. نعم. ممكن نستعاذ مرة تانية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب اسمعيها مني كده وخلي بالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم
أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض وعندنا كتاب حفيظ. كتاب حفيظ. أحسنت. يبقى نخلي بالنا من الإظهار الحلقي شيء ع كتاب ح. الله يفتح عليك يا حاجة أم وليد. شكرا لك يا حاجة أم وليد. أهلا وسهلا بمدعاء من سوهاج. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا مدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. أماكن الغنة نخلي بالنا وما تجيش على نفسك. منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. طيب يا أم دعاء. نعم. شوف أنا هقرأ الآية دي إزاي على قصر النفس. ماشي. بل عجيب. اسمعيها بس مني الأول كده. ماشي. وأنا هفترض نفسي زي نفس حضرتك بالضبط كده. وهقرأ وخلي بالك كيف تكون التلاوة مع قصر النفس. ماشي الكلام؟ يعني ما جيش على نفسي خالص. لا. أمشي براحتي. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ده على إننا مضطر وهو نفسي كده وضيق، لكن ما أكلش الأحكام وأجع نفسي. ويعني الله تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، وما أنزل القرآن لنشقى بل تذكرة لمن يخشى. يلا يا مدعاء اقرأ. يلا. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. أن وأخذ نفسي وبعدين أبدأ. أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. شفت أخذ النفس إدى حضرتك فرصة إزاي؟ هذا أنا الشاهد كله إيه؟ إحنا بنتمرن دلوقتي على إن أنا الله يفتح عليكي. جميل. يلا نبدأ اللي بعديها. هذا شيء عجيب. وناخد نفسنا. تمام. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أخد النفس ما تنساش. تمام. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. ممتاز. أخد نفسي. لا أخد نفس. إحنا ما خدناش نفس كده أنت. أيوة. وعندنا كتاب حفيظ. في فرق في أخد النفس ولا مفيش فرق؟ لا في طبعا. جميل. أدربنا عليه عمليا. نتابع مع بعض عشان في حاجات تانية كتير محتاجينها عمليا مع بعض. الله يفتح ليك يا مدعاء. شكرا ليك يا مدعاء. موفقة واستفدت كتير واحنا استفدنا معك والله. معانا الأستاذة أم آية من الغربية. سلام عليكم يا حاجة أم آية. عليكم السلام. تفضلي. ممكن اشترك معك؟ طبعا ده احنا نسعد جدا بحضرتك. طيب أقرأ؟ أيوة فندم اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. شيء عجيب. لا ما فيش غنة هنا. شيء عجيب. ممتاز. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الله يفتح لك حاجة مؤية ما شاء الله. استفدت من قبلينا تنظيم النفس كويس. جميل. واستفدنا حكم برضو كده والتشكيل معنا منضبط. نتابع مع بعض ونسمع أماكن بقى الغنة فين والمد فين وهكذا. الله يفتح عليك يا أم آية. شكرا لك يا حاجة أم آية. اللهم اجعلنا وإياكم أعزائي المشاهدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. هنستكمل التلاوة مع بعض لكن بعد هذا الفاصل القصير فكونوا معنا.
أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية. ما زلنا معكم أعزائي المشاهدين في تعلم التلاوة الصحيحة لفواتح سورة قاف من الآية الأولى للآية الرابعة. معانا الأستاذ محمد من بورسعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ محمد. الله يبارك فيك يا رب. بارك الله فيك، تفضل يا أستاذ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. صدق الله العظيم. ما شاء الله شيخ محمد، أحسنت. بس رجاء كده خلي بالك من الهمزة في الاستعاذة أو في الأرض، إن الهمز دائما مرقق. الله يفتح عليك يا شيخ محمد، ممتاز. شكرا ليك يا شيخ محمد. معانا أم مصطفى من الجيزة، تفضلي يا أم مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. جميل حاجة مصطفى، بس خلي بالك ان حرف المد المفخم تبع لما قبل من قاف يظل مفخما حتى نهاية الصوت، يعني صح كده قاف، انما ان انا اقول قاف كده لا، فنخلي بالنا من ديت ما ينفعش. الله يفتح عليك يا حاجه ام مصطفى. شكرا ليك يا حاجه ام مصطفى. الحاجه احسان من القراءه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا امي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. اختلسنا غنة، في غنة نعم. عدت مننا. أيوة شيخ، وجهني ليه. جاءهم أن جاءهم منهم. جميل. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. جميل حق إحسان، الله يفتح عليك ما شاء الله. احسن الله اليك يا حاج احسان، ما شاء الله بارك الله فيكي. معانا الاستاذه حنان من الغربيه، تفضلي يا استاذه حنان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقران المجيد. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. ممكن نصلح تشكيل كلمة؟ اتفضل. عجيبوا. عجيبوا أن جاءهم منذر منهم
فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم برضو تشكيل نصلحه تنقص قد علمنا ما تنقص الأرض منهم طب اسمعي مني ثاني كده تنقص الأرض منهم تنقص الأرض منهم حلوة كده تمام معقول وعندنا كتاب حفيظ جهد مشكور وباين مذاكرة اللي اتقال استفدت منه كتير وبتحاول تطبقيه وجهد مشكور استمري وتابعي هتوصلي ان شاء الله احسنت يا استاذه حنان ربنا يبارك فيكي تحياتي ليك يا استاذه حنان الاستاذه مصريه من دمياط تفضلي يا استاذه مصريه ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ممكن كم مره البسمله نعم ممكن بعد بسملة. اذنك البسمله كم مره بعد اذنك بسم الله الرحمن الرحيم ممتاز قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ جميلة حاجة مصرية ما شاء الله عليك عارفة أماكن غنى فين بس اتكلت في الآية الثانية بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ما خدتش حقها فرجاء خلي بالنا من الأماكن ديت نديها حقها شوية الله يفتح لك يا حاجة مصرية شكرا ليك يا أستاذة مصرية الأستاذة نشوة والأستاذة عصمت من القاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدام نشوة السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا من فضلك أنا حسنة يعني طب جميل بدأ الله تفضلي الله ربنا يسهل إن شاء الله ربنا يكتب لك التوفيق تفضلي الله يكرمك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بداية طيبة صدق العظيم بس في حاجتين نبه عليهم أنا عارف الإنسان وبيسمع بيبقى همه في الحفظ الأحكام بعض غصب عننا فدي حاجات يعني بتحصل حتى ليا شخصيا في التسميع ده أمر طبيعي عادي فأخلي بالي من الراء في الكافرون تفخم أحيانا الإنسان بيزود حرف بدون ما يشعر هي قد علمنا مش وقد علمنا الله يفتح عليكي وبداية طيبة وأتمنى نستمر على هذا الدوام على طول وربنا يبارك فيك يا حاجة نشوة روعة يا أستاذة نشوة ما شاء الله كنت عايز تقول حضرتك حاجة تانية نشوة لا ربنا يبارك فيها ونستمر الله يخليك مهندس اسمعي أستاذ عصمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب مش مهندس معايا خمسة طب شيء عجيب
شيء عجيب. لا لا اسمعني شوف هقولها ازاي وخلي بالك منها كويس. شيء عجيب. شيء عجيب. ايوه كده. ده تنوين بعد عين اظهار حلقي. ماشي؟ يلا. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. نفس الحكم على فكرة يا باشمهندس. كتاب حفيظ. وعندنا كتاب حفيظ. جميل. يبقى كتاب حفيظ هبين لكن عندنا هنا في غنة الإخفاء كمان مرة. وعندنا. وعندنا كتاب حفيظ. ما شاء الله ممتاز يا باشمهندس وفي تقدم كبير الله يفتح عليك. شكرا ليك يا باشمهندس عصمت. معانا الاستاذ سهير من القرح الجسوير. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. بعد إذنك حاجة سهير في كلمة تصحيح بس التشكيل ممكن؟ تحت أمر. عجيبوا. عجيبوا. أيوة كده. بل عجبوا. لا عجي مش عجا. عجي. بل عجبوا. عجي. عجي. بل عجي. أيوة. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. جميل. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. 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 أيوة. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. رجع. رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ما شاء الله. صدق الله العظيم. صدق الله. جهد مشكور ما شاء الله باين. الله يفتح عليك يا حاجة سهير. تابعين. شكرا لك يا حاجة سهير. أعزائي المشاهدين ده كان آخر اتصال اليوم مع حضراتكم. إن شاء الله في حلقة الغد حلقة المراجعة الأسبوعية نراجع سورة الذاريات اللي انتهينا منها بالأمس. وطبعا الوقت مر سريعا مع سورة قاف وفواتح سورة قاف ومع حضرتكم أعزائي المشاهدين ومع فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ خالد. فجزاكم الله خيرا وإلى أن نلتقي في حلقة الغد بمشيئة الله تعالى. أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.